هو اختيارك في إيدك، وهو اللي بيتحكم في مصيرك. ولا المستقبل خلاص مرسوم وانت مش أكتر من فريسة ضعيفة تجري قدام القدر، والنهاية محتومة. طب طالما انت اللي بتختار، ايه الدافع ورا تصرفاتك؟ الحب؟ انا ما بحبش حد كذاب. الكرة؟ ازاي حد يجي له قلب يعمل المصيبة السودة دي؟ والله ما اسكت المرة دي. طمع 10,000 جنيه تسرقني يا فندم؟ انا مش حرامي يا فندم. الولاء؟ نفذ اللي احنا عايزينه وخلاص. عايز تقطع عيشه وتقول لي دي حاجة مش بتاعتك؟ دول اللي بيتحكموا فيك. طريقتك انت دي مش طريقة شغل. غلطة واحدة ممكن تعلق بني ادم بريء على المشنقة. مفيش حد بريء في البلد. مش قادر تعمل معايا حاجة. انا اقدر على فكرة بس محتاج وقت. كنت عايزه يسيبه يقتلك ويقتلني؟ ما عنديش كلام اقوله للحكومة. ولا غريزة اقوى منك هي اللي مسيطرة عليك؟ مع اول رنة هتنفجر. انا جوزي اتقتل. الله يكرمك. ضابط ده شديد قوي. ما ينفعش اكون ضابط اصلا. اسألني انا ليه؟ هتسجنهولي. هتفضحيني. اضرب. السؤال هو انت الجاني ولا المجني عليه؟ من الجاني؟ اقوى مسلسل بوليسي في الوطن العربي. اذا عرفت من الجاني اتصل على الارقام التالية لتربح 100,000 جنيه تسلم على الهواء مباشرة. من الجاني؟ الخميس من كل أسبوع ابتداء من 12 فبراير 9 مساء حصريا على الحياة.